فجر تحكيمي ومهزلة تحكيمية جديدة باستاد الأهلي والسلام تنتهي بتعادل الأهلي وفاركو بدون أهداف. هنبدأ باللي حصل في آخر المباراة مع الكابتن نصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي ليك كابتن أيمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تحياتي من كبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال. هارد لك النادي الأهلي النهارده كابتن أيمن. أولا أنا حزين جدا 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 على اللي بيحصل من التحكيم ضد النادي الأهلي. هو فيها كابتن؟ يعني أنا حزين جدا جدا جدا، وبعدين الناس بتزعل جدا مننا والحكام بتزعل لما بنتكلم على ماشي التحكيم الأجنبي. ماشي. هو ده مخطط ولا ده إيه بالظبط؟ يعني حضرتك قبل كده قلت لي إيه؟ قلة خبرات. أنا قلت لحضرتك لا مش قلة خبرات. بالظبط. كل ماتش لا اللي جوايا هما بيأكدوه. بص يا كابتن عشان برضك كلامنا يبقى يعني مش مرسل، هنتكلم على الحالات التحكيميه، ولكن اللي انا شايفه النهارده كابتن علاء النهارده اللي حصل النهارده من التحكيم لم يسبق ان النادي الاهلي النهارده شاف الظلم التحكيمي دوت خلال السنين اللي فاتت دي كلها. فاق الوصف. اول مره النهارده نشوف بجد ظلم تحكيمي بين وواضح كابتن ايمن من خلال الحالات اللي معانا. لما نيجي نتكلم على الحكم الاجنبي انا يعني هاخد مقارنه بس كابتن ايمن في الحكم الاجنبي في الهدف الثاني اللي جه في ماتش الزمالك وبيراميدز. في حاجتين اتنين، دقة الحكم المساعد، تمركزه، ثم استئناف اللعب. خلي بالك الهدف ده كان صعب جدا جدا، الحكم المساعد كان رقم اتنين، عمل مباراة وعمل هدف يمكن لعبة بالظبط زي لعبة ده كابتن أيمن. المشكلة هي نفس الأدوات اللي هم بيشتغلوا بيها الأجانب هي نفس الأدوات اللي احنا بنشتغل بيها في الفار هنا في مصر. أنا هجيب اللعبة بس كابتن أيمن نجيبها ونشوف هل احنا مقتنعين بالخطوط اللي اتعملت. هذه الخطوط يا كابتن شريف احنا اللي شفناها ديت، انا اول مره اشوفها، يعني انا اول مره اشوف خطوط تتعمل بهذا الشكل. نشوف الخطوط اللي موجوده يا كابتن. هنا بيرسي تاو بيستلم، هاني عبد الفتاح في تمركز رائع جدا جدا جدا، الحكم المساعد يا كابتن. بالظبط. تعالى بقى شوف هاني عبد، يعني انا يا بلال يا جماعه خليكم بس معايا. تعالى نشوف الحكم المساعد هاني عبد الفتاح، ده حكم دولي. شوف تمركزه في اللعب الاول يا كابتن، كابتن ايمن. شوف تمركز هاني هنا مع اخر تاني مدافع. مع اخر تاني مدافع. طب انا هقول لك بلاش الخطوط، بلاش الخطوط اللي اتعملت من الشكل هنا يا كابتن. كابتن في خط يتعمل من نص اللعيب. انت انا النهارده بس كابتن ايمن بس واحده بحته عشان نوصل للناس يعني ايه الخط ويعني ايه الخط ده معمول. ده مش مقنع لاي حد تماما يا كابتن بلال. احنا بناخد من اخر نقطه، المفترض ان انا باخد من عند الكتف، يعني الخط دوت المفروض بيجي طبعا. وبيجي من الكتف من هنا عندنا اللاعب اللي هو لاعب فاركو، الخط المفروض يجي من الكتف، وبالتالي انا شايف ان الخط من وجهه نظري الخط مش معمول بشكل صحيح، وان هنا لحظه استلام بيرسي كان في موقف سليم، لحظه استلام الكره كان في موقف سليم، واللي بياكل على الكلام ده الحكم المساعد. ولكن حتى انا ما عنديش قناعات يا فار بالخط اللي انت عامله. لا اديني الخط يا كابتن تاني بعد اذنك. ممكن ترجع لي الخط تاني؟ معلش يا كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجه. هو الحكم اللي بره ده اللي على الفار بالظبط ما يعرفش واجباته ايه؟ هو المفروض يا كابتن هو حكم الفار. انت عارف احنا خدنا قد ايه وقت؟ احنا اللعبه دي في دقيقه 70 استأنفنا في دقيقه 74، 4 دقائق واحنا مش عارفين نظبط خط عشان نبين الهدف مساحه الهدف من عدمه كابتن بلال، في الوقت اللي الحجام الاجانب بنفس المعدات اللي موجوده هناك في الملعب هي نفس المعدات ونفس الكاميرات استلفوا اللعبه بعد نص دقيقه بالظبط مسافه ما اللعيبه رجعت هو راح مسنطر وفي الاخر يقطع من نص جسم اللعيب. في الاخر خالص انا ما عنديش قناعات بالخط ده يا كابتن. انا شايف ان هنا ده انا من وجهه نظري اهو على مسؤوليتي هدف سليم يا كابتن بلال. هنا النادي الاهلي بيحرم من هدف سليم في وقت صعب. اعتقد النهارده التحكيم كان له دور في يعني عدم فوز النادي الاهلي. انا بتكلم بامانه مش مجامله مش اعتقاد بتاكيد. خليني بس اتكلم، انا لسه في حالتين ثاني يا كابتن ايمن، ولكن هي اساس يعني اساس الحالات التحكيميه النهارده هو الهدف ده. ليه يا كابتن؟ هنا الهدف انا شايف ان هدف سليم، هاني عبد الفتاح في تمركز رائع، الخطوط انا مش مقتنع بيها تماما، يعني اول مره اشوف خطوط للتسلل في هدف بالشكل ده. احنا قلنا دايما الخطوط بتيجي من على الكتف من على اخر نقطه يا كابتن، سواء من الراس او من الكتف. الخط جاي من نص اللعيبه، يعني من نص اللعيبه، وده ما يقنعش اي حد موجود. لا وفي حاجه يا كابتن معلش انا عايز برضو اكدها هنا معلش. هو اللي على الفار متعمد يعمل كده، وهقول لحضرتك ليه بس.
ماشي، لانه عارف ان دي حاله تسلل. مظبوط. الحكم الرئيسي اللي في الملعب مش هيرجع له. لا طبعا دي الحكم الرئيسي مش هيرجع له. تمام. فهو متعمد يديله الخط ده، مش هيديله، هو بقى متعمد يجيب الخط ده ومتعمد ان هو يلغيها، لان دي حاله تسلل الحكم مش هيرجع ليها. بص، الطبيعي ان في تسلل الفار هو اللي بياخد الكره. بالظبط. دي حقيقه مكانيه يا كابتن ايمن، دي مش حقيقه تقديريه، دي حقيقه. طيب. مكانيه. بالظبط. الفار بس هو اللي بياخد فيها القرار. احمد غدير مش هيروح للفار زي ما حضرتك قلت كده، ودي شغله الفار. بس انا بس بتكلم في نقطه واحده بس، هذا الخطوط انا بتكلم، هذه الخطوط غير مقنعه بالمره لاي حد يا كابتن بلال، عشان تحكم ان هنا ما فيش هدف او هدف. الخط اللي انت عامله دوت خط، انا من وجهه نظري مش مظبوط، خط مش مظبوط. نصين قطع نص الجسم يا كابتن، نصين يعني نص جسم اللعيب ونص المدافع ونص جسم. ما شفتش انا في اي مباراه يا كابتن شريف، اي مباراه صعب بتكون جدا. في حاله صعبه هدف من عدمه حاجة. الخط ما بقاش كده خالص. بص يا كابتن لحظه واحده، اتفضل. شوف الخط من هنا من بدايته. ايوه. داخل ال 18، تعالى من هنا، من اخر، من اوله، من هنا، من هنا. شوف امشي معاه كده داخل جوه، في فرق قد ايه هنا. انت عاوز تقول ان الخط ما بين الخط لخط المرمى مش مظبوط. مش مظبوط. مايل ازاي؟ خليني بس اخد بس كابتن، انا اللي انا بشتغل عليه كابتن حاجه واحده بس، ان انا النهارده جايب الخط مين؟ جايب الخط من النص، من هنا نص اللاعب هنا. بالزبط. الخط بيجي من اخر نقطه في نص، في نورس، في عند نص، في نص جسم اللاعب. هو دوت اللي مش مديني قرارات. المفروض الخط بيجي من طبعا. عند الكتف يعني. بالزبط. هو هنا الميلان بالكتف. بالزبط. لو انت رسمت الخط بالكتف وهناك الخط، احنا نقتنع بالكلام انت عامله، ولكن هذا الكلام يا كابتن انا اعتقد، مش اعتقد، ان اولا هدف سليم هو صحيح. على الفار مين حتى لو مفيش خطوط، هرجع تاني كده بس يعني، رجع لي بقى باللعبه العاديه يعني، يا ريت نرجع بس باللعبه العاديه. قصدي حضرتك كمان بالنظر يعني. ده اللي اعتمد عليه المساعد، لحظه اللمس دي واحده ماشي، بس ارجع تاني سنه، ارجع تاني سنه صغيره، ساحه اللمس بس، نمشي. أيوة. لحظه بس كابتن، هذه اللعبه انا فتح جري على النص بكل المقاييس، بكل المقاييس الاثنين مثلا على خط واحد، على خط واحد هدف. مظبوط. يعني بص، بكل المقاييس بالشكل ده مع تمركز الحكم المساعد اللي هناك، مش هروح الخطوط هنا هدف. شوف مين مايل هنا يا كابتن بالكتف الشمال، كابتن بلال المدافع اهو، المدافع كابتن اصلا، المدافع بالكتف الشمال. لو قلنا يا سيدي انك انت مش مايل او مش مايل بجزء، هقول ان الاثنين على خط واحد ويستمر اللعب، وهنا هدف سليم. يا كابتن يعني حتى لو بالخطوط يا كابتن، ما انا بتكلم حتى لو كابتن. انت جايب لي خط غلط، انت قاطع لي من نص، يا كابتن ايمن نص الجسم. اتفقنا ان الخط مش مظبوط ومش مقنع لاي حد، واي حد هيطلع يحلل الخط ده وهيقول مش هدف، يبقى هو بيتكلم كلام مش مقنع، لان انت النهارده مش مديني قناعات انا كمحلل او كمشاهد بتفرج ان الخط سليم. حتى لو من عندك انت سليم، انا مش مقتنع. انا اللي شايفه الخط معمول غلط، الخط مش معمول من اخر نقطه اللي هي من كتف اللاعب كابتن ايمن. هنا الخلاصه ان في حاجه انا مش فاهمها. لا احنا فاهمينها والله، ما اقدرش اقول ان انا متعمد، ولكن انا بقول لا تعمد. انا النهارده هدف يعني هدف يلغى للنادي الاهلي. ايه ده؟ بيحرم النادي الاهلي من المنافسه، بيحرم النادي الاهلي من ان هو ينافس في البطوله، وده يمكن المباراه النهارده احنا بنتكلم في 12 نقطه ضايعه يا كابتن ايمن من النادي الاهلي. عايزين يدوا كابتن، عايزين يدوا البطوله لفريق بعينه، يدوا له بقى خلاص وخلصونا. انا بتكلم على الحالات التحكيميه اللي اثرت في نتائج النادي الاهلي. احنا اخر مره عاملين حصر 12 نقطه رايحه من النادي الاهلي يا كابتن شريف بسبب التحكيم. النهارده النقطه بقوا 3 بقوا 15 نقطه، 15 نقطه النهارده لما يدعوا من فريق بينافس، اعتقد الامور هتبقى صعبه. دي الحاله اللي هي بالنسبه للهدف. تعالى بقى اروح لي شوف لي الحاله بتاعت محمد هاني، حاله بقى تاني بتاعت محمد عبد المنعم. تعالى كابتن نرجع لمحمد عبد المنعم. ايه ده؟ في تعمد. واحده واحده بس، انا هنا الغندور هنا ايه خلى اللعب يتواصل على اساس ان هو بيدي اتاحه فرصه، ما شافهاش كويس، ما فيش مشكله. والتفاصيل ستوب يا كابتن، ستوب ستارز الجزم، ستوب، ده بيبطلوا كوره، ستارز في الركبه. طيب الف ب تحكيم، بنقول من الحكام ما هو استخدام القوه الزائده؟ صح. ايه هو الفرق بين التهور واستخدام القوه الزائده؟ بنقول هنا الستارزات رايحه في الركبه، والركبه مش محميه، وفي منطقه مش محميه، والراجل جاي من مسافه عنده القوه والسرعه والستارز. طيب الحكم ما شافش. سؤال، الفار فين؟ الفار. طب يعني على الفار، مع احترامي ليك، هات الحكم يعني، هاتوا يا جماعه اللاعب دي
اكتر من لعبه الحكم جه وادى فيها بطاقه حمراء. طبعا هنا اللعبه الفار ما جابش الحكم ومرت وحتى ما ادالوش انذار فيها. ودي طبعا كابتن دي بردك من ضمن الحاجات اللي هي علامه استفهام في الحقيقه. طبعا في هذه الحاله شايف ان الحاله ديت استخدام قوه زايده والطرد موجود والاستاذ موجود. نروح اللعبه اللي بعد كده. لعيب من تحت حمايه الحكام. هنا بردك يعني مش عارف احمد هنا انت كنت قريب. يعني هذه الحاله دي يا كابتن احمد انا ما ينفعش امشي اللعبه. ما ينفعش. ليه؟ يعني حتى انا بالحس التحكيمي بتاعي نرجع تاني معلش سامحني. هنرجع تاني نمشي 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 ستوب. حتى احمد انا هنا حتى لو انا شايف ان هنا في تحت فرصه انا شايف ان هنا في خطوره والخطوره بالاستارز في الوش. كان يجب انك انت تصفر. طب هنمشي كده بقى ونجيب الاعاده من فضلك ونشوف الزاويه اللي جايه بعد كده. بس يعني مفيش بعد كده كابتن ده بنسميه احنا بطاقه حمراء مباشره في الملعب تاخدها من غير ما ترجع لما جال الرؤيه قدامه مفتوح جنب الكوره ما بعدش 3 ياردات عن الكوره. اسهل كابتن ايمن اسهل بطاقه حمراء لان الراجل طالع برجله. بص طالع برجله والاستارز رجله مفتوحه والاستارز رايح في الوش دي مش محتاجه كوره للفار خالص وجاي من سرعه. كابتن ايمن النهارده دي حاله طرد مباشره وهو الفار جاب الحكم وهو رجع طرد. ولكن انا بتكلم على سهوله الحاله في الملعب مش محتاج انك انت والفار يجيب الحكم ليه في دي ما يقول له على طول طرد. معلش ما هو انا انا النهارده لا مش لازم يجي انا لابد النهارده انا ما بياخدش قرار ولكن انا بجيب الحكم ليه توصيه كابتن عادل ماشي ما هو بيقول له تعالى ما معنى ان انا تعالى بغير قرارك عشان تيجي تشوف. انت معايا كابتن عادل ما عندهم بروتوكول ولا عندهم اي حاجه. خلي بالك عندنا حاله انا النهارده الحكم مين يا كابتن ما بتجاوبش. كابتن محمود عاشور يا كابتن عارف محمود مين عاشور محمود عاشور خلاص الموضوع معروف انتهى الفيلم. ماشي يا كابتن اتفضل يا كابتن عاشور ما انتهى الموضوع. احنا اخر مره قلنا ان التحكيم هذا الموسم مش عايزين ضد النادي الاهلي لا جميع الفرق بتشتكي من التحكيم. الموسم اللي فات برضه يا كابتن معلش انا كمان احنا لا مفيش جميع الفرق يا كابتن انا مش مع جميع الفرق قدمت كابتن عادل بس جميع الفرق قدمت اعتراض على التحكيم واحتجاج نتيجه بس. الاخطاء ولكن اخر مره احنا بنتكلم على 12 نقطه ضايعين من النادي الاهلي مفيش فيهم تجني على حد 12 نقطه بالورقه والقلم يا كابتن ايمن 12 نقطه رايحين من النادي الاهلي بسبب موضوع التحكيم وجبنا الحالات التحكيميه كابتن اسلام يمكن عمل حلقه كبيره جدا جدا وجاب الحالات التحكيميه الخاصه بالنقاط اللي ضاعت. النهارده بنتكلم في ثلاث نقط او ثلاث نقاط 12 و3 15 نقطه النهارده بيروح من النادي الاهلي في بطوله. اعتقد النهارده لو ريال مدريد بيلعب في البطوله ديت هيخرج لو نادي كبير جدا جدا هيخرج نتيجه ان ال 12 نقطه النهارده بقوا 15 يا كابتن بلال خرجوا صحيح. المنافس عن صح. المنافسه لا 14 نقطه لان احنا النهارده تعادلنا هي كانها هزيمه يعني انا بتكلم هزيمه بس 12 و2 14 كابتن انا بعتبر هزيمه 3 نقط انت لو كسبت النهارده خدت 3 بونت بتبقى عموما يا كابتن احنا بنتكلم في ايه؟ النهارده التحكيم الموسم ده ما كانش كويس. مش انا بقول الكلام ده ولا مش بقوله ليه؟ 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 النهارده التحكيم مش كويس ده راي اتحاد الكوره مش رايي انا. اللي بيطلع يقول لك الناس بتبقى في حمله منهجه على التحكيم بقول له من فضلك كلامك خاطئ لسبب لان جاب التحكيم الاجنبي اتحاد الكوره. اللي جاب مارك جريتنبرج الخبير الاجنبي هو اتحاد الكوره. خلي بالك هو جابه ليه؟ اسال نفسك السؤال ده جابه لان هو شايف ان التحكيم ماشي بشكل أزمة. مش كويس. أسوأ موسم تحكيمي كنا بنتكلم على الموسم اللي فات كابتن ايمن ان النادي الاهلي خسر هذا الموسم أسوأ موسم تحكيمي بالنسبه للحكام والاخطاء التحكيميه المؤثره في نتائج المباراه خاصه النادي الاهلي زي ما قلنا 12 نقطه وهنقول كمان 2 يبقى 14 اي فرقه ما هو لحظه يا كابتن هتخرج خارج التحكيم كان ليه دور كان ليه دور في خساره النادي الاهلي بطوله السنه اللي فاتت كويس تمام السنه دي في قصور من جانبنا ولكن التحكيم برضو كان ليه دور في الفتره الحاليه اللي هي الحاسمه في عمر الدوري لتحديد مين يبقى بطل الدوري طيب احنا ما بنحطش الشماعه يعني ما بنقولش ده مبرر علشان كذا لا ما جون هو بس انت اديني حقي ما هو بص يا كابتن والماتش اللي فات والماتش اللي بص يا كابتن ايمن عشان ما حدش يزعل مننا عشان ما حدش يزعل الكلام اللي اقوله ده هيزعل الناس ما يزعل ولكن لابد ان في محاسبه للمسؤول التحكيم بامانه
انا النهارده بتكلم على مسؤول التحكيم النهارده مش موجود داخل مصر. قعد تقريبا شهر فوق الشهر في المغرب. طيب مين بيتولى مسؤوليه الحكام؟ مين بيصحح من الحكام؟ مين بيصحح اخطاء الحكام؟ مين بيحاسب الراجل؟ مين بيحاسب الحكام؟ الناس النهارده بتشتغل بدون رئيس لجنه موجود ولا موجود نائب رئيس اللجنه ولا اي حد موجود. حضرتك موجود، مين يحاسب عصام عبد الفتاح؟ ده السؤال. يعني بجد مين يحاسب عصام عبد الفتاح في ظل منافسه كبيره ما بين ثلاث انديه على بطوله الدوري، وهو الراجل قاعد في المغرب بيتابع البطوله النسائيه، وبالتالي رجع تاني ما فيش اي مشكله خالص، وموجود الراجل بيتابع شغله. النهارده اتحاد الكره مفروض، يعني النهارده لما حد يبقى مسؤول عن تحكيمه وقاعد بره شهر، على الاقل حد يتولى النهارده الحكام كابتن علاء يبتدي يشتغل معاهم. ولكن النهارده الحكام بتشعر ان المسؤول مش موجود، في تعيينات فيها مشكله، في عدم عداله في التعيينات، حاجات كتير جدا جدا كانت النهارده في الموسم، هذا الموسم اعتقد أسوأ موسم تحكيمي بتمر بيه الانديه هذا الموسم، بدليل ان 16 نادي كابتن شريف بيقدموا احتجاج. هو بقاله شهر في المغرب التحكيم. يا كابتن بقاله شهر في المغرب، قعد شهر شويه، قعد شهر ويه بيعمل ايه كابتن عصام؟ مع احترامي لك كابتن عصام وانت في بطوله بيعمل ايه يعني؟ بس انت النهارده سؤال تاني، في بطوله الامم الافريقيه 2019 حضرتك كانت في الكاميرون، انت كنت موجود هنا في مصر وكنت بتحلل في احدى القنوات اللي موجوده ومرش البطوله. النهارده الدوري موجود، للاسف انت مش موجود، والحكام طبعا هي معذوره. كابتن عندنا فقدان ثقه في الحكام، النهارده عندنا مشكله في التحكيم، مش كل الحكام طبعا. النهارده التحكيم النهارده كابتن هو عنده ملال. مشكله اصلا في الاتحاد الافريقي الراجل ده طبعا، وعايزين يمشوه. كابتن انا بتكلم على ايه؟ انا طالما قبلت المسؤوليه كابتن شريف كرئيس لجنه الحكام موجود، لابد ان انا اشتغل مع الحكامي في كل الاوقات، ما اسيبش الحكام وامشي. كويس، هي دي المشكله. كابتن ناصر في حاجه، حتى لو الكابتن عصام مش موجود، مش في ناس بتقيم الحكم على ادائه في المباراه؟ المفروض في لجنه فنيه موجوده. حلو قوي. بالظبط. لما الحكم بيخطئ المفروض بيحصل له ايه؟ المفروض الحكم لما بيخطئ طبعا بيتعاقب بان هو بيبقى العقاب اللي هو ايه؟ بيستبعد شويه عن المباريات. كويس. تمام. شفنا حكم استبعد؟ لا طبعا. طب اقول لك المفاجاه؟ مفاجاه. قول. الحكام اللي بتخطئ يا كابتن ملال بتلعب. بجد. ما حدش زعل مني. والحكام اللي بتجيد بتقعد. طيب. الحكام اللي هي ما بتخطاش يعني ما عندهاش اخطاء بتلعب. ما بتلعبش. طب ما واللي بيخطا بيلعب كابتن، ما فيش معايير. طب خلاص مش فارقه بقى معايا كابتن. بص يا كابتن، ما بني على باطل فهو باطل. انا النهارده المسؤول مش موجود، ما تسالنيش عن النتائج. المسؤول ايه هيعمل لي ايه المسؤول ده؟ ده القصه يا كابتن. ايوه يا كابتن الشريف، لازم انا اكون متواجد. ضرب الجزاء في اخر المباراه بتاع اللي فاتت الراجل اثنين مشدودين لتحت، واحد اتشد والتاني، وقبل ما يروح يتشد ثالث ولا حد هيعمل اي حاجه. عارف يا كابتن ايمن دي كده، عارف اقول لك يا كابتن دي كده السياسه المتبعه. اتفضل يا كابتن. مع النادي الاهلي خلاص. بص يا كابتن ايمن، الماتش اللي فات الزمالك وبيراميدز، عشان بقى هاخد مقارنه بين اللعبه دي والهدف الثاني بتاع الزمالك، نفس الادوات اللي موجوده في الفار هي نفس الادوات، هي نفس الكاميرات، هي الكاميرات. انا بس حد يعني نقطه، فين التطوير التحكيمي؟ لما الحكم المساعد حسب الهدف، الكل تخيل ان الكره تسلل، كلنا صح، اترسمت الخطوط بالظبط يا كابتن عادل، وجايبه ايه جزء من الجسم بتاع اللاعب مغطي، يا دوبك العقبال ما الحكم بيسنتر، يعني اللعبه رجعت كده راح مدي اشاره البدء، ما خدتش تقريبا 20 ثانيه او 25 ثانيه. الادوات اللي موجوده دي يا كابتن هي نفس الادوات. لا ناقص حاجه مهمه، الضمير، الراجل اللي قاعد جوه مهما انا بتكلم يا كابتن الكلام عشان الناس تعرف. لا ما هو الناس لازم تعرف يا جماعه، هي نفس الادوات، المعدات، الكاميرات. دي خدت نص دقيقه واحنا واخدين 4 دقايق ونص، وايضا ما وصلناش للعداله. صحيح هذا عشان كانوا بيعملوها، يعني الخط بيعملوه غلط. بيعملوه غلط. لابد من اسف بس معلش اتفضل. ايمن اشرف جات له كوره في صدره الاخراج عدى 7 مرات بالظبط، كره حدفت اوت فخربت في صدره وهم عايزينها ضربه جزاء، بيعيدوها للفار 7 مرات، بيدوروا على اي هاند بول او اي حاجه ضد نادي. الجول ده ما اتعرضش كابتن ايمن، الجول ده ما اتعادش لينا تاني. عارف يا كابتن ايمن، لعبه ايمن شوت تك تك كده وخلاص انتهت القصه واتلغى الهدف بالظبط، وبقى اللي ليه عندنا حاجه يبقى يروح يشتكي. بص يا كابتن ايمن، حتى لعبه اشرف يمكن ايه كانت معانا، بس هنا الاحداث هي فرده نفسيه يا كابتن ايمن. لعبه ايمن اشرف للامانه هذه الحاله يعني صعب انك انت تحسبها كابتن احمد، الايد في الصدر، يعني الايد يعني عشان تقول ركله جزاء او مش ركله جزاء، النهارده فيها كلام كتير جدا. وبعدين
بنتكلم على ان الكره قريبه جدا لكابتن شريف، ولاعب النادي الاهلي بيطلع بدماغه وايمن اشرف طالع ورا على طول، يعني مفيش مسافه قوي، مفيش مسافه قوي نقدر نقول النهارده اللاعب ممكن يشيل ايده او كده. طبعا فيها كلام، ولكن انا شايف ان هي برضك مفيش فيها ركله جزاء، ولكن احنا بنتكلم في الاحداث اللي هي عدوها سبع مرات يا كابتن، سبع مرات الجول تمام. ده ما تعادش ولا مره. تمام، الخلاصه يا كابتن علي، الخلاصه النادي الاهلي ياخد حقه ازاي؟ ربنا ربنا بقى. لا والله بكلم جد. اه والله، يعني انا بكلم حضرتك جد دلوقتي. اه حضرتك بنتكلم وحضرتك مش مسؤول، ايوه واقف كبيره بقى، ولكن بتقول كلمه الحق. تمام، النادي الاهلي ياخد حقه ازاي او يعمل ايه؟ يعني النادي الاهلي طبعا في حلول مجلس اداره، بس النادي الاهلي يعمل ايه في موضوع التحكيم؟ بص يا كابتن، احنا خلاص الازمه حصلت، ماشي خلاص، والموسم انتهى. لا كده الموسم انتهى خالص، والاهلي خسر البطوله، خسر البطوله. خلينا نتكلم الدروس المستفاده. انا بتكلم النهارده، انت النهارده محتاج ايه؟ اولا كل العناصر موجوده، بنتكلم على التحكيم هو أسوأ عنصر موجود يا كابتن بلال في المنظومه، يعني بنتكلم على التصوير، بنتكلم على الكاميرات، بنتكلم على حاجات كتيره. النهارده التحكيم للاسف الشديد هو أسوأ عنصر موجود في البطوله. طيب، وانا بسال، طب بعد اذنك يا كابتن، بعد قبل التساؤل معلش، ممكن نشوف لقطه كده وعايز تعليق حضرتك عليها. فضل. دي حصلت، حضرتك كلمت عليها امبارح. ايوه، دي مباراه بيراميدز والزمالك. اه ادي زوم في الجول الثاني. ماشي. ايوه يا كابتن، ايه دي الكره اللي حضرتك كلمت عليها من شويه؟ ما هو كويس، هي كابتن. نكمل، هي نكمل يا كابتن. ماشي ماشي، بص ادي زوم على ده صوره يا كابتن مش فيديو. تمام ماشي ماشي ماشي. انا بص على الحكم المساعد هناك. ادي اهو، ادي الخطين اللي احنا ايه متكلمين عليهم. وده زوم الحته الاخيره ديت على لعيب نادي الزمالك على اخر جزء. ايوه كابتن ماشي، بص الكتف. ايوه، ما احنا قلنا الخط هنا مش جاي من اخر نقطه كابتن. بالظبط، حزمناها بالظبط كابتن. الخطوط المعموله تخلي اي حد حتى الرجل العادي كابتن بلال مش محتاج حد، ان الخط مش سليم، الخط اللي انت عامله مش سليم. لما انا اعمل خط مش سليم وحكم المفروض ده عنده خبرات. بالظبط، يبقى ايه دي؟ هل انا مش عايز يعني المس اعذار، ولكن انا في النهايه ايه اللي حصل يا كابتن؟ انا عندي صوره مش مقتنع بيها. في النهايه خسرنا نقطتين. انا عندي صوره مش مقتنع بيها، وهدف صحيح صح. تم الغائه يا كابتن. ايا بقى كانت المشكله جواك عندك في الفار، مش عارف تظبط الخط او راجل الاوبريتور مش عارف يديك الخط الصح، او انا عني انت اديتني صوره، هذه الصوره تقول ان الخط اللي معمول خطا وان الهدف سليم. ده اللي انا بشوفه كمشاهد وكمحلل تحكيمي. النتيجه ان النادي الاهلي حرم كابتن بلال من هدف، خلي بالك هدف سليم، في طرد في لعبه محمد عبد المنعم، ده كان بدري قوي قوي كويس، تقريبا كان في الدقيقه 70 تقريبا، وطبعا الفار ما جابش الحكم. شوف هنا كابتن، هنا ده الناس تضحك علينا. لو لقطه يعني زي انا بص يعني بص يا كابتن، هو اللي عمل ده كابتن، هو خلي بالك الاوبريتور اللي كان مع حكام اليونان هو اللي موجود مع الحكام هنا، والحكام اليونان هنا جابت اللقطه هي كابتن، ادي الخط اللي مبين على اخر نقطه، وهنا الخط هنا اللي احنا بنتكلم كابتن. في حد يقطع من نص اللعيب؟ مين ده؟ ده اتعلم فين يعني؟ اللي قاعد على الفار اتعلم فين؟ دي مشكله كابتن ايمن. يا كابتن يا كابتن لو سمحت بس ماشي. هو النادي الاهلي اتظلم السنه اللي فاتت وخسرنا دوري، تمام، وبنتظلم السنه دي واحنا مقصرين، مش مبرر برضه بالظبط، ولكن احنا مقصرين. النادي الاهلي ياخد حقه ازاي؟ ما هو الكلام ده ممكن يكرر كمان السنه الجايه، خلاص يكرر ويكرر الفتره اللي جايه. النادي الاهلي ياخد حقه ازاي؟ النادي الاهلي خد كل الاساليب يا كابتن ايمن، عمل احتكاك وعمل بيان، وخاصه في ماتش الاهلي والبنك الاهلي. طب ناقص ايه يعني يا كابتن؟ ننسحب يعني نعمل ايه؟ ننسحب كل إيه ما هو نلعب كل الماتشات بحكام يعني؟ النادي الاهلي النهارده عمل كل يعني اتخذ كل الطرق اللي هي اللي توصله ان هو ياخد حقه، سواء كان في البيانات او سواء كان في احتجاج على بعض الحكام، وطلب حكام اجانب وطلب حكام اجانب، والحكام الاجانب قلنا الناس بتزعل كان مردودهم كويس، ولكن النهارده مارك جلاتنبرج جاي هيجتمع بالحكام تقريبا يوم 5 او يوم 6، خلاص هو هيتولي مهمته كابتن ايمن وهيبتدي يشتغل على التحكيم. ولكن بطوله راحت، مين يحاسب عليها؟ هذه البطوله اللي راحت من النادي الاهلي
مين النهارده هي لسه ما راحتش رقميا حسابيا لسه ما راحتش ولكن في تعمد انها تروح في اتجاه انها تروح كابتن ما انا بتكلم النهارده في 14 نقطه رايحين بالورقه والقلم يا كابتن تاني بقول الكلام ده مش كلام مرسل احنا جبنا الاخطاء بص يا كابتن عين احنا جبنا كل مباراه بطاقم التحكيم بحكم بالحكم الفار وجبنا الحاله التحكيميه المباراه النادي الاهلي خسر وتعادل بس خلي بالك في مباراه النادي الاهلي كسب فيها فاز وفيها اخطاء كابتن عادل ما حسبناهاش على اساس ان ايه هذه الاخطاء لم تؤثر في النتائج النادي الاهلي فاز وخد 3 بونت انما لما تيجي النهارده تحصر الاخطاء كلها سواء النادي الاهلي تعادل او خسر او فاز اخطاء كتيره جدا جدا ضد النادي الاهلي صح. في اخطاء وفي مباراه النادي الاهلي تحدد حكام وكسب وفاز ماشي ولكن اللي النهارده الاهلي خسروا فعلا بالورقه والقلم 12 نقطه بالاضافه لهذه المباراه 14 نقطه تقريبا ليه اتحاد الكوره صبر على الكابتن عصام عبد الفتاح ده السؤال اللي كابتن يجاوب عليه رئيس اتحاد الكوره يعني اللي انا اعرفه ان هناك بعض المشاكل مع يعني اعضاء مجلس الاداره ما بين مؤيد ومعارض ومؤيد وجود عصام او مش وجود عصام على الرغم الخبير الاجنبي جه السؤال يا كابتن ايمن انا هنا بس سؤال ودي علامه استفهام لكابتن عصام عبد الفتاح حضرتك في البدايه اعترضت على قرار اتحاد الكوره اتحاد الكوره سابك كابتن بلال اعترضت ازاي هما يجيبوا خبير ازاي هو يبقى في خبير وانا اقل منه كل هذا الكلام اعترضت عليه ومع ذلك خبير جه حضرتك قلت مش هشتغل وما زلت انت موجود حتى الان ده السؤال مين يا كابتن عصام انت اللي عاوز تقعد ولا حد ضاغط عليك انك انت تقعد الراجل جه وانت قلت مش هشتغل معاه وبالتالي انت ما زلت حتى الان موجود سؤال. هل هتقبل يا كابتن عصام وهو مسؤول التطوير وانت راجل بتاع التطوير هتقبل تبقى سؤال معاه. تاني معلش يا كابتن هي دي المشكله مين السيد مراد اللي هو مسؤول حكام الفار في مصر مين السيد ده بص يا كابتن عادل احنا بنتكلم على ال اداره الفار اداره الفار هو مسؤول عليها الكابتن سيد مراد مين الكابتن سيد مراد معلش ما احنا انا جاهل حكم هو حكم كابتن سيد مراد حكم حكم معروف يعني يعني هو حكم ما قدرش مباريات كتير في الحقيقه طبعا طب ايه اللي يخليه يبقى مسؤول عن لجنه الفار حكام الفار اتحاد الكره ولجنه الحكام اتحاد الكره ولجنه الحكام هي اللي بتعين بص يا كابتن رئيس لجنه بيجي اتحاد الكره بيجيبه رئيس لجنه بيقترح كابتن علاء مهوب انا يا جماعه عاوزه معايا ليه هيمسك لجنه الفار كابتن احمد بلال هيمسك اللجنه الفنيه هو الراجل هو عاوز كده وبالتالي زي ما قلت كابتن بص يا كابتن ايمن لو انا في اتحاد الكره لابد ان يكون في مسؤول فاهم التحكيم انا مش هينفع حد قبل يضحك عليا كاتحاد كره ورئيس لجنه الحكام يقول لي حاجات لابد ان انا كاتحاد كره اكون فاهم ايه اللي بيتعمل واسال يبدو ان اتحاد الكره مع احترامي ليه كلهم ناس افاضل ولكن لابد ان حد يتابع ملف التحكيم يا جماعه يتابع الشغل المعمول في التحكيم لابد ان احنا نتابع الاخطاء التحكيميه لابد احنا نحاسب المسؤول اللي هو ساب التحكيم وقاعد بره ما ينفعش يا جماعه والله ما بيحصلش هذا الكلام لم يحدث ابدا الا عندنا هنا مصر دوله كبيره يا كابتن ايمن خلي بالك التحكيم كان يعني فتره من فترات احنا افضل دوله في شمال افريقيا كتحكيم النهارده احنا بنبص كل مباراه فيها مشكله كل مباراه فيها خطا تحكيمي حتى ما بنطورش من ادائنا يا كابتن تصور يا كابتن دي لجنه على حتى لما الحكم البولندي جه والحكم اليوناني جه قلنا اتعلموا يا جماعه الناس دي قالت لك ما تعلمش طب خد الايجابيات بس سيب السلبيات ولكن يبدو ان يعني الامور يعني لابد ان يكون في تغيير جذري في لجنه الحكام لابد تغيير الثقافه لابد اعاده الثقه يا كابتن شريف للحكام النهارده الحكام عندها ثقه من كتر اللي بيحصل ومن كتر ان المسؤول بيلاعب اللي ما يستحقش وفي ناس ما بتلعبش وفي ناس قاعده حتى اقول لك على حاجه على سبيل الحكام ذات نفسها في حكام يا كابتن طلعت اتكلمت قالت لك احنا مش واخدين حقنا ده الحكام يا كابتن عصام ده الحكام هي اللي بتتكلم مش المحللين اللي بيتكلموا الانديه بتتكلم والحكام بتتكلم والاتحاد جاب خبير والحكام جاب حكام اجانب وانت موجود ليه؟ يعني انت حضرتك موجود ليه في لجنه الحكام؟ السؤال هل عشان تحافظ على الكاف؟ هل هتحافظ على مكانك في الاتحاد الافريقي؟ بص يا كابتن ده بياكد كلام حضرتك اهو ده في ماتش الزمالك تمام بص الخط فين؟ بالظبط كويس؟ بالظبط بص في ماتش الاهلي الخط فين؟ مين قاعد هنا ومين قاعد هنا؟ كابتن هم انا قلت نفس التقنيه الموجوده نفس الادوات نفس الكاميرات اللي اشتغلوا بيها الاجانب هي نفس ايه الخط ده الخطوط
عشان كده يا سيدي انا لو جبت لي خط صح وقلت لي ان الهدف مش هدف بالزبط. انا ما عنديش مشكله بالزبط. بس اديني قناعات انا مش مقتنع باللي انت عملته ده حتى لو انت صح والله انا ما مقتنع كابتن ايمن حتى لو انت صح ومن جواك انت مقتنع انا كمشاهد يا بلال يا بلال اديني بس يعني لحظه انت مقتنع باني خط في دول يا كابتن هي دي محتاجه قناعات يا كابتن مفيش دي محتاجه قناعات بص بص واضح يا كابتن ان هم عايزين الدوري الناحيه الثانيه بس خلاص مش هتكلم اكتر من كده انا ما عنديش كلام اكتر من كده لان لو اتكلمتك تروح اغلط وانا مش عايز اغلط الحقيقه النهارده بص يا كابتن ايمن انا بس في النهايه عشان بنقول لابد من اتخاذ خطوه يعني من مين من اتحاد الكوره مفيش كلام النهارده البطوله بتضيع من احد نادي بصرف النظر عن النادي الاهلي اي نادي النهارده اتظلم تحكيميا لا النهارده التحكيم بعافيه شويه اولا سواء محلي او دولي اولا ما عندناش حكم في كاس عالم ما عندناش حكم مصنف كمان في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي حتى الان في ظل وجود الكابتن عصام مع احترامي الشديد ليه انت موجود بقالك 6 سنين في لجنه الحكام في افريقيا مسؤول عن شمال افريقيا كابتن شريف لما يبقى النهارده مفيش حكم مصري مصنف مفيش حكم مصري النهارده في كاس العالم طب ولسه مسؤول لحد دلوقتي عن شمال افريقيا؟ لحد هذه اللحظه هو مسؤول بس هو هم عملوا ايه يا كابتن؟ هو كان مسؤول عن شمال افريقيا بشكل كامل ايوه المغرب تونس الجزائر مصر المغرب ليبيا في الفتره اللي فاتت هم شالوا منه 3 دول تونس والمغرب والجزائر وادوا له مصر طبعا هو مصر هو رئيس لجنه الحكام هنا في مصر وادوا له ليبيا بس وبقيه الدول راحت ليحيى حدقه المحاضر المغربي فالنهارده حضرتك مسؤول في افريقيا ما عندكش حكم في مصر ولا في كاس العالم التحكيم عندك سيء الحكام الاجانب بتيجي تشتغل الخبير الاجنبي جه حضرتك قاعد ليه؟ يعني حضرتك قاعد ليه او هم الاتحاد سايبك ليه؟ تقعد ليه؟ التحكيم خلاص يعني في مشاكل كثيره وما فيش ابدا يعني بنقول كل مره نطور 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 بالعكس بنشوف الأسوأ يا كابتن ايمن انا في الاخر بس بتمنى ان هذه الكره بعد هذه المباراه لابد يكون في طفره يكون في تغيير جذري او جذري في لجنه الحكام لابد ان يكون في لجنه حكام محترفه تعيد الامور تاني وتعيد الثقه لحكامنا تعيد الثقه لحكامنا يا كابتن احنا عايزين اعاده ضمير لحكام معلش معلش حضرتك بتتكلم بتحفظ بس انا مش هتكلم بتحفظ انا مش هتكلم بتحفظ انا بتكلم للي انا شايفه احنا مش عايزين اعاده تاهيل ولا اعاده تعليم لا احنا عايزين عوده الضمير للحكام دي كابتن عوده الضمير لما تكون في عداله تحكيميه العداله التحكيميه مش موجوده ما بين حتى الحكام عشان انت كمسؤول العداله التحكيميه بين حكامك بتتظلم منك انت طب انت بتطلب الحكام العداله ازاي وانت اصلا ما انتش عادل معاهم بتطلب منهم ان هم يعني يشتغلوا ازاي وانا مش واخد حقي كحكم صدقني دي حقيقه ما بين الحكام والحكام المساعدين الكل يعني بيشتكي من الاوضاع معكوسه اللي بيغلط بيلعب واللي بيمشي كويس يا كابتن شريف قاعد في البيت ما بيلعبش هو مش بيغلط يا كابتن عشان اقول لك لا خلينا بس كابتن عادل خلينا نتكلم بقى ما بيغلطوش الاخطاء التحكيميه اللي بيخطئ بيلعب برده تاني واللي بيشتغل برضو. كويس قوي قاعد في البيت ودي علامة استفهام فين المعايير تعيين الحكام اللي بيتعمد الخطا بيلعب بيكمل عندنا مشكله اتمنى كابتن ايمن واحنا من خلال النادي الاهلي الاهلي عمل كل الطرق اللي بيها ياخد حقه ومع ذلك النهارده بيتظلم بيروح من المباراه بالاضافه طبعا للنقاط اللي فاتت النهارده بنقول 14 نقطه بالعربي كده بالورقه قلم النادي الاهلي النهارده اتظلم في ان هو يروح منه 14 نقطه خلال الموسم دوت يمكن الموسم فات اقول لك على حاجه مفاجاه يمكن الموسم اللي فات احنا قلنا ان النادي الاهلي تعرض لظلم لا ده الموسم ده ظلم اكتر للاسف الشديد يا كابتن عينك يا تاجر ظلم متعمد ما اقدرش هو متعمد يا كابتن لان طب ما تدينا فرصه يا عم نقول يا كابتن احنا دي اخطاء واضحه للكل احنا اللي هنقول طيب دي اخطاء واضحه للكل معناها ايه يا كابتن ما انا بقول لك هو اخطاء واضحه للكل كابتن ايمن واخطاء متكرره مش هقدر اقول الحكم متعمد لان المتعمد تبقى كارثه بقى واخطاء يعني متكرره بقى لا 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 طبعا ايدي يعني كابتن لحظه طبعا لحظه كابتن ايمن بعد اذنك انا عاوز اقول كلمه امال دي ايه يعني اوصفها لي يعني انا لما اجي اعمل خط وبعمله غلط ايه انا مش عارف اعمل الخط
لا طبعا مش ممكن. ده عاشور. المشكله يا كابتن مش تعمل خط، المشكله انك انت مديني خط انا مش مقتنع بيه اصلا. ايوه انا مش مقتنع بخط انت عامله. بص انا اللي انا بقوله لك ده ايه، تعمد ولا لا؟ مبتدئ مش هيعمل خط كابتن. لو انت عندك انت حتى من جوه عامله، انت مطلعه لي غلط. اقول لك السيناريو اللي هيحصل، هيقولوا انه غلط والخط اتعمل غلط وهي جون. لا هقول لك على حاجه كابتن عادل، هيقولوا ايه؟ هيقول الحكم الخط اتعمل صح. لا لا هيطلعوا. لا صدقني كابتن، هيقول لك الخط معمول من اخر نقطه. اسمع، الخط اتعمل صح. الفكره كان الماتش اللي فات احنا جايبين، بس انا عاوز اقول اللي اتعمل صح. خلينا نكمل دي. هات لي الفرق ما بين لعبه الزمالك والبيراميدز واللعبه دي عشان ده كان راجل اجنبي قاعد. ما انا لا لا لا، في حاجه كمان. لا لا لا، في حاجه كمان يا كابتن. هو اللي يخليها تعمد النهارده ايه؟ ان حاله التسلل مش هيرجع لها الحكم. حاله التسلل مش هرجع لها الحكم. لا طبعا، انما ده قرار فار. بالظبط، اولا واخيرا قرار فار. تمام تمام، في تعمد مليون المية. ما هو لو ما فيش تعمد يا كابتن مش هيطلع لي الخط ده. اكمل بس يا كابتن، هيطلع لي الخط ده. اكمل فكرتي بعد اذنك. انا دلوقتي اللي حصل دي في ده، ايه اللي حصل؟ هل ده متعمد ولا مش متعمد؟ هل ضعف في انه راجل حكم بيعرف يحط خطوط كويس ولا بيخطأ في شغله؟ لو بيخطأ في شغله فدي كارثه، لو متعمده تبقى اكتر كارثه. في الاخر مين اللي بيخسر؟ نادي بيخسر دوري، او نادي بيخسر مباراه، او في حاجات كتيره قوي بتترتب على ان الناس تتظلم بالشكل ده. احنا عايزين نعرف هو ايه في الاثنين. هنقول النيه ما نعرفهاش، بس خلينا ناخد الايه اللي هي الاقل اللي هو اللي في ايدينا. الراجل ده عمل خط غلط. لما يعمل خط غلط ايه القرار بقى المناسب من من الاتحاد انه عارف ان دي جون؟ هيقول ايه؟ هو ده اول مره كابتن يحصل فيه؟ انا بس بقى انا بسالك انا بسالك دي بس. هو اول مره يحصل فيه خطأ؟ يعني كابتن عصام عبد الفتاح هيقول كابتن ايه؟ احنا هيطلع يعتذر ولا هيطلع يدافع ويقول البروتوكول البروتوكول والحاجات دي؟ الاخطاء التحكيميه دي متكرره كابتن عادل. ممكن اسال سؤال؟ هو ده اول خطا للنادي الاهلي؟ لا انا فاهم متكرره، عشان كده بقول لك. طب ايه اللي قبل كده؟ طب انا هقول لك على حاجه كابتن تاني بقى عشان افكر الناس تاني. هقول لك حاجه بسيطه، اعمل فرق ما بين لعبه الزمالك واستئناف اللعب اللي هو بعد 20 ثانيه، سؤال بس، والخطوط اللي اتعملت وهذه اللعبه اللي استأنفت بعد 4 دقائق ونص. اللي بنقوله والخطوط اتعملت. انا مش هتكلم بكابتن. لا انا هسال سؤال حضرتك تاني خالص. اتفضل. ماشي؟ ايوه. حضرتك شفت السنتين اللي فاتوا دول، السنه اللي فاتت والسنه دي. ايوه. كويس؟ شفت اخطاء بتتعمل ضد نادي تاني غير النادي الاهلي زي الاخطاء دي؟ مفيش. احنا كابتن للامانه، طب هقول لك على مفاجاه. كابتن عصام عبد الفتاح طبعا مع احترامي ليه وصديق ليا، هو اول ما جه تولى مسؤوليه اللجنه الحكام، قال ايه؟ قال ان انا اتفهم جيدا الاخطاء اللي حدثت للنادي الاهلي، وقال كده. طيب. وانا لما جيت قال كده بالظبط، وقال انا لما جيت شفت الحكام تقريبا 10% بس يصلحوا للتحكيم في الدوري، ودي كارثه. كابتن عصام على لسانه قال الكلام ده، قال لما جيت ده الكلام ده كان من كام سنه يا كابتن؟ كابتن ايه؟ كان من كام سنه؟ لا مفيش، ده مفيش 10 11 شهر. يعني قال لك 10%؟ ال 10% يصلحوا للتحكيم ده ولا 2% دلوقتي؟ ما انا هقول لك بس. وان انا عليا ان انا اطور اداء الحكام واوصل بيهم، والموسم الجاي مش هنشوف الاخطاء خالص. وصل. عارف الكارثه يا كابتن ايمن؟ الكارثه يا ريت الفار ما كانش اتطبق. يا ريت الفار ما كانش اتطبق في مصر. وبقولها بامانه. ليه؟ احنا بنجيب تكنولوجيا او تقنيه عشان تساعدنا. مظبوط. للاسف الشديد لم نستفيد منها، ما اشتغلناش عليها كويس، عندنا مشاكل كتيره قوي 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 عليها، اخطاء. هقول لك على مفاجاه ثانيه، اخطاء الفار اكتر من اخطاء الحكم. اخطاء التقنيه الفار النهارده وحكام الفار اكتر من اخطاء الحكم داخل الميدان. لو ما كناش طبقنا التقنيه اعتقد او كنا صبرنا عليها شويه. كابتن تقنيه ايه؟ ده احنا مره طبقنا في ماتش للنادي الاهلي تقنيه الفار اتدخلت في غير عملها والحكم خد بيها الجون اللي بتاع برضه مع الفرقه دي. مع ادي الفار بنك الاهلي، مش بنك الاهلي اللي هو الفار تدخل في لعبه رامي قال لك الكره متحركه. بالظبط كده. والكل اكد بعد كده يا كابتن. هقول لك المفاجاه كمان في اللعبه ديت، احنا كلنا قلنا هدف، والمحللين كلهم كل المحللين قالوا ان الكره هدف، وكان يجب على الفار ان هو لا يستدعي الحكم فيها. قال لك روح البروتوكول. وبعدين الكابتن عصام طلع قال الناس دي كلها بتهاجمني، قال كده، وان قرار الفار قرار صح، وان استدعائه للحكم كان صح. للاسف الشديد الكلام اللي طلع صح هو كلام المحللين، ان الهدف كان هدف، وللحسن الحظ او سوء الحظ بقى لكابتن عصام ان الكره دي اتلعبت في الدوري الانجليزي يا بلال، في الدوري الانجليزي توتنهام، التماس توتنهام تمام، وجت جون والجون اتحسب والفار ما جابش الحكم وهكذا. كابتن احنا عندنا مشكله،
كابتن كل يعني معلش بمناسبه الكلام اللي حضرتك قلته حضرتك قلت الهدف صحيح، كل خبراء التحكيم طلعوا النهارده وقالوا الهدف صحيح، مش احنا عشان في قناه الاهلي بنقول كده. انا طالع النهارده اول واحد. لا بالظبط، هقول لك على حاجه يا كابتن ايمن، والله 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 هذه القناه المحترمه بكل من فيها من مسؤولين من مسؤولين من محللين من موظفين من عاملين كل الناس دي، اقسم بالله ما في حد في يوم كابتن ايمن كابتن بلال وانتم موجودين اهو قال لي قول ايه او ما تقولش يا كابتن شريف. لا طبعا الناس محترمه جدا جدا. انت بتقول الناس بتقول كلها طلعت قالت هدف سليم، انا اول واحد طالع وما اعرفش المحللين هتقول ايه، وانا بقول عن قناعاتي كراجل كنت محاضر وما زلت محاضر كابتن بلال، بطلع اكلم قناعات ما اعرفش اللي بره هيقول ايه عشان اقول هقول زيهم او هم يعكسوا، ولكن هذه القناه المحترمه. بص يا كابتن انا عايز اقول دايما دايما والله 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 ما بنقول غير. بص يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه، الماتش اللي فات قلنا مش جون هذه القناه. بالظبط هقول لك على مفاجاه، الماتش اللي فات اول واحد طالع قايل ان هدف الاهلي اللي جه كنت انا وانا في قناه الاهلي، حتى البعض قال لك ازاي قلت مش هدف ازاي هو في قناه الاهلي ويقول لا يا جماعه لا ما بنجاملش حد بس عاوزين حقنا. انا مش انا بص يا كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ماشي انا عايز اقول لك حاجه، احنا عشان بننتمي للنادي الاهلي عارفين ايه هو النادي الاهلي ماشي، واي حد بينتمي للنادي الاهلي او في اي جهه النادي الاهلي مسؤول عنها لما بنيجي بنتكلم بنتكلم بكل ادب. بالظبط كويس بالظبط. انا معلش انا كلاعب حتى لعيبه النادي الاهلي في الملعب اعتراضهم يعني مؤدب زياده عن اللزوم، مفيش اعتراض مؤدب زياده عن اللزوم، يعني حاجه انا بتضايق منها انا كلاعب يعني في جوه الملعب شايف ظلم لازم يكون رد فعلي اكتر من كده. هقول لك على حاجه، ده انا بشوف حكام وكلنا بنشوف حكام. طب اقول لك على حاجه، اللعيبه بتعمل فيهم ايه؟ بص انا مش طالب من لعيبه النادي الاهلي كده بس بص. لازم اعترض. هقول لك على حاجه، انا حكمت النادي الاهلي يمكن اكتر من 12 سنه، هقول لك على مفاجاه يمكن بلال يمكن حكمت له حكمت البلال، هتكلمني عن نفسي انا اكتر نادي كنت برتاح وانا بحكم النادي الاهلي. عارف ليه يا كابتن شريف؟ التزام ما بعده التزام داخل ميدان اللعب، مفيش ضغط عليك بتحكم، مفيش حد بيضغطك، مفيش حد بيعترض. هقول لك النهارده على حاله في الماتش حصلت يمكن انا 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 يعني لو معانا اللعبه ديت تجيبها لي، لعبه تمام ربيعه اللي هو عمل تاكلنج فيها شوف كام لعيب راح للحكم، لو معانا اللعبه دي تقريبا محمد يجيبها لي اللي هي اللعبه اللي كان ممكن ربيعه ياخد فيها الزهر. انا بس هوريك الفرق ما بين لعبه النادي الاهلي اللي هي طرد مباشر اللي الغدور ما داش فيها ولعبه انذار. شوف ستة سبعة لعيبه لو معانا اللعبه هفرجك حاجه غريبه جدا، ستة لعيبه رايحين الحكم بيعترضوا على انذار يا كابتن ايمن في الوقت اللي النادي الاهلي ليه طرد مباشر. بالظبط ما حدش راح للحكم خالص، ما حدش كلمه. انت متخيل؟ انت متخيل لعيبه النادي الاهلي يا كابتن لعيبه ملتزمه سلوكيا وهي اتربت على كده بامانه وخلاص، هو ده بقى انطباع عن اللعيبه، ولكن هناك بعض اللعيبه لابد ان اللعيبه لابد حتى تشعر الحكم يا كابتن شريف انك انت غلطت انك انت ضغطني. طبعا لا في حاجات كتيره يا كابتن ايمن لازم انا اروح للحكم، مش هعترض باسلوب غير لائق، لا لا خالص انا اخلي الحكم يشعر انك انت ضغطني تحكيميا، دي مش موجوده. تعالى كابتن، بص يا كابتن بلال معلش هات لي بقى اللعبه دي بعد اذنك، انا بس هوريك الفرق ما بين هرجع تاني من الاول، هات من اللايف بعد اذنك بس من اللايف من اللايف من اللايف. بص هنا هنا يا كابتن، بص بص يا كابتن بص بص 1 2 3 4 5 6 لعيبه على انذار. بالظبط ست لعيبه ادي 1 2 3 4 5 يمكن هو الغندور خد قرار بانذار لاعب اللي هو اللاعب فاركو للاعتراض. طيب بص حضرتك جبت الكره دي، شوف الفرق بقى احنا جبنا ديت، هات لي كره محمد محمود كلامك. ما انا هجيبها لك بقى، هات لي كره محمد، هات لي محمد محمود في الحاله دي. بص اعتراض لعيبه النادي الاهلي، ما حدش اعترض يا كابتن، مفيش نشوف اللعبه اللي جايه ديت. انا بس بديك فرق كلكم كره محمد، بس خلي بالك كابتن ايمن، خلي بالك زي ما قلت لك حتى لو انا في الملعب يمكن الوحيد اللي عنده الحته ديت وليد كابتن وليد سليمان، ليه كابتن فرقه وفاهم احيانا بيشعر بان مضغوط فبيكلم الحكم. هنا كابتن بص ايه ده، بص لو الكابتن جنبها ومشى اللعب، لا لا سيب يعني انا حتى يعني همشي اللعب ماشي ماشي كده، مفيش حد راح اعترض، هنمشي بس عشان ايه نقول ايه يمكن هما يعني مشغولين باللعب. بس
المفروض بس المفروض محمود اللي غلطان يا كابتن معلش ايه لازم يقعد قدام الحكم كده عشان يديله كارت اه قدام الحكم اهو وكابتن طلع يجري 20 متر لحد داخل الملعب كابتن حتى خطوره الموقف انت متخيل الجهاز الفني بيمشي له فاولات وبيمثله كابتن انت متخيل الجهاز الفني ده اللي يعالج اللاعب ليه يا كابتن ايمن يا كابتن هذه اصابه جسيمه ممكن اللاعب يعني ممكن اللاعب هنا خلي بالك يحصل حاجه مشكله دي انا فاكر حكم اوقف لان النهارده جهاز الطب بتاع الاهلي كان حريص جدا ان هو يخش والمره شغاله ما قدرش تطرده ليه انا شايف ان هنا لعيب بالاستخدام الحذاء بهذا الشكل خلي بالك ممكن تبقى اصابه جسيمه طبعا وبالتالي هنا الجهاز الطبي بص يا كابتن هنا الدخول طبعا يعني يا احمد انا كنت اتمنى انك انت هنا حتى لو في هجمه للنادي الاهلي قلنا سلامه اللاعبين على بره على اساس انه اتعور في وشه سلامه اللاعبين قلنا سلامه اللاعبين افضل من ان انا اخلي اللعبه يتواصل كابتن بلال ده الفرق ما بين لعيبه النادي الاهلي اللي هي ما بتعترضش على مفاجاه ثانيه اقول لك على مفاجاه ثانيه ركلات جزاء داخل الصندوق علاء بيبقى ليه ركله جزاء والحكم احيانا بيخلي اللعبه يتواصل وانت ما بتعترضش مخالفه زي دي ما بتعترضش طب المطلوب لا لابد ان انا النهارده كمان يعني كلعيبه وده طبعا دور الجهاز الفني خلينا نقول ان لابد انك انت تخلي الحكم يشعر بانك انت ضغط شويه كابتن هي كوره زي دي معلش مع برضه مع احترامي يعني كوره زي دي وهات لي بس الكابتن احمد الغندور على بعد كام يارده من الكوره دي وثبت ثبت الصوره بعد اذنك كابتن ماشي ده بص اولا الرؤيه بالنسبه له واضحه تماما تمام هو على بعد 3 4 ياردات تقريبا بالكتير قوي بص يا كابتن هقول لك احمد عمل ايه المشكله ان هو بعد كده مشى اللعب بص يا كابتن هو احمد عمل ايه هو احمد ما عملش هقول لك بس يا كابتن هو احمد فكره كحكم خلي اللعب يمشي كده بعد اذنك هنمشي اللعبه شويه فكره كحكم بس ستوب هو قال هنا هل خلينا نتكلم بامانه هو قال هنا اللاعب يستلم ربما يعدي ويجيب جون علاء انت معايا يعني خلينا نتكلم بامانه هو ان قال ايه هرجع تاني كده هو قال لك ادي تحت الفرصه ربما النادي الاهلي اللاعب هنا يستلم ماشي. طب سؤال لو انا النهارده معلش خد بالك عشان برضو محمد هو لا ارجع ادي كابتن لا كده ما قدرش يستفيد منها صح ما عادش سنتين ثلاثه ارجع ادي الفاول طب ما انا هتكلم اهو انا بكلمك على احمد اتصرف ازاي هو قال لك ممكن اخلي اللعبه يمشي طب اللعبه ما مشيش اللعبه ما مشيش ارجع ادي الفاول بلاش اللعبه يا كابتن هرجع ادي الانذار سلامه اللعيب قبل من كل شيء صفر على طول هصفر وقف طالما اللعبه الهجمه اللي انا كنت بمشي عليها ما راحتش هوقف واللاعب يتعلم ده المفروض كان يتعمل اللاعب بتاعنا محمد محمود اللي غلطان لازم يقع في مكانه انا ليه اجري وبعدين اقع بعدين ما يعني معلش لما بتظلم الحكم لكن دي لازم اقع مكاني اجري كل ده فخلاص احمد ما هو في الكوره معلش يعني اللعبه دي احمد محمد محمود خبط خبطه جامده هل المفروض اجري فالحكم يسيب اللعب وبتبص على محمد ما هو جريان محمد محمود هو بيدي انطباع للحكم ان انا كويس مش مشكله يبقى هل ده ذنب احمد الغندور بالظبط لا انا بقول احمد بس دي كابتن احمد مشى لان هو عاوز يدي افضليه للاهلي انا على فكره مع حضرتك ان كان ممكن في افضليه هجمه خاطئه لعيبه النادي الاهلي فانا لو وقفت الوقت يا كابتن عياء سؤال كويس. لو انا وقفت النهارده وده راح جاب جون وصفر الصوره طلعت كابتن انا عايز اقول لك حاجه ثبت هو الصوره كابتن ادي الافضليه بس كان يجب عليه يا كابتن لو سمحت بعد ما تعطلت لا 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 بص الصوره دي بص الجهاز الطبي بتاع النادي الاهلي فين ما انا قلت لك والحكم مكمل اللعب دخل بص عشان الجهاز الطبي هو اللي شايف انت عايز حكم كابتن الجهاز الطبي شايف خطوره الحدث وبالتالي من حقه انا لو انا النهارده كحكم كابتن الجهاز الطبي دخل جوه بعالج لعيب لابد النهارده اسمح ليه لان دي حالات الخطره ممكن اللاعب هنا يتعرض فيها اللعب لسه شغال والكابتن الغندور ما خدش باله ما هو كابتن الغندور هنا المفروض حد في الكوميونيكيشن يقول له كابتن بقى يعني انا النهارده كمان حتى في اللعبه ديت يا كابتن احمد انت مش شايف هنا في جهاز الفني جوه او الحكم رابع يقول له وقف اللعب لان هنا ما ينفعش ان انا ادخل الجهاز الطبي واللعب شغال يا كابتن شريف كابتن اتاحت فرصه ومش احنا جالنا هجمه خبطت في ايد لعيب وراحت وقفت نص الملعب كان في سبع لعيبه من فاركو في نص ملعبنا راحت لديانج هينقل وكل فرقه فاركو الناحيه الثانيه عندنا واحنا عاملين كونتر اتاك صفر رجع صفر برجع الكوره دي شافها كويس قوي لا دي كانت موجوده فعلا صح دي كانت فيها يعني كوره محمد عبد المنعم دي اتحسب فيها حاجه ما احنا جبناها يا كابتن شريف اتحسب فيها حاجه لا اداله انذار لا 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 لا, لا. بيموت الراجل وبيخلصه وبيبطله كوره بس برضك هو مش مسؤول بيبطله كوره الفار كابتن الفار ما شافش الكوره دي الفار المفروض كان يساعد الحكم فيها احنا اتكلمنا فيها يمكن احمد تفاصيلها مش موجوده ما خدش اي قرار فيها ايمن انا بس الخلاصه كابتن
الخلاصه بجد النهارده في اخطاء تحكيميه تاني، في هدف صحيح على مسؤوليتي. خلي بالك نتكلم في الهدف ده، هدف مش هقول ركله جزاء، ممكن ركله جزاء تيجي او ما تجيش. كابتن ايمن ده هدف جه اتلغى بثلاث نقاط. سيبك بقى من في طرد او طرد او طرد، لكن نتكلم في اصل الخطا الجسيم او مش عايز اقول يعني كارثي، انك انت بتحرم فريق من هدف وهدف صحيح. حكم مساعد بيدي هدف والكل قال هدف، انا ما اعرفش حضرتك بتقول لي الخبراء قالوا هدف. النادي الاهلي خسر المباراه بسبب التحكيم، ودي مش اول مره يا كابتن ايمن، ده مسلسل اتكرر في اكتر من مره. النتيجه زي ما قلت، الاهلي يعمل ايه؟ عمل كل الطرق بشكل شرعي، بشكل محترم جدا جدا، بشكل راقي جدا جدا، احترم كل المنظومه بامانه. يعني انا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بامانه بامانه بامانه، قدم كل الطرق الشرعيه يا كابتن فيه، سواء ان هو طلب حكام اجانب، سواء ان هو قدم احتجاجات، سواء ان هو قال يا جماعه انا عندي مشاكل في التحكيم، طب ايه المطلوب تاني؟ وبعدين هو بيواجه الاتحاد يعني الاتحاد المصري هو المسؤول. النادي الاهلي خاطب المسؤول، ولكن المردود ما كانش على مستوى الحدث. الاخطاء التحكيميه اتكررت، والحل النهارده زي ما قلت لابد ان يكون في حل جذري تماما، ان يتم تعيين مسؤول تطوير لاعاده هيكله وتطوير الحكام في الفتره اللي جايه. و هو ده اخر شيء انا اقدر اقوله، لان اتحاد الكره لابد ان هو ياخد موقف يا كابتن. وانا النهارده اتكلمت على التحكيم ودور التحكيم في خساره النادي الاهلي فيها. بص يا كابتن، اتفضل يا كابتن شريف، اتفضل. كابتن، من سنتين كده المنافس اصر ان لازم يكون المباريات كلها بتحكيم الاجنبي. كويس؟ فبقت كل المباريات بالتحكيم الاجنبي، خسر البطوله. بالظبط. وكان فارق 9 بونت او حاجه زي كده، وخسر البطوله. تمام. خلي بالك يا كابتن شريف، عشان تعرف بس في نقطة مهمة كمان عايز اقولها. بقول لك حاجة بسيطة كده. اتفضل. لما بيبقى في فير بلاي أو في أي حاجة الدنيا بتبقى كسر، فحسبي الله ونعم الوكيل. كويس؟ وما توجعش قلبك. من الحكاية واضحة جدا، وعلى فكرة عصام عبد الفتاح ملوش دعوة. ولا عصام فتح في حتة مشاكل مع الاتحاد الأفريقي، ولولا إن هو هنا رئيس لجنة حكام في مصر مش هيبقى له أي وضع في وهم عايزينه يسيب الحكاية دي برضه الاتحاد الأفريقي، وعنده مشاكل جامدة. لا، الموضوع فيه هنا، الموضوع من هنا قصه تانية خالص، وكل الناس عارفه واحنا عارفين كلها، فمش هنتكلم في حاجه بعيد عن ايدك بقى خلاص. لا هنقول هنعترض ولا حسبي الله ونعم الوكيل وشكرا. بص يا كابتن، انا عايز اسال سؤال بس. اتفضل. ماشي، احنا يعني في قصور من كابتن عصام عبد الفتاح واضح جدا من السنه اللي فاتت. كويس. ماشي، في راجل جاي اللي هو الخبير اللي اسمه كلاتنبرج ده. الراجل ده حتى الان ما جاش مصر، قعد في اليونان. تمام. طيب اتفضل. بنتكلم على التطوير وان اتحاد الكره جايبه. ايوه. تطوير لامتى ولفين؟ يبتدي امتى؟ والراجل ده اصلا مش متواجد. طيب بص يا كابتن، كابتن عصام عبد الفتاح دوره ايه؟ كابتن بص ما هي دي مشكله الاتحاد حتى مش عاوز يوضح. كابتن عارف عندنا مشكله كابتن ايه؟ كابتن علاء، احترام اتحاد الكره، انا مش انا كراجل مسؤول، انا مش عارف او انا مشاهد مش عارف الراجل ده جاي هيبقى مسؤول الحكام بشكل عام، هو اللي هيعين الحكام. طب هو معمول له عاده كابتن سنه. هل جلاتنبرج هيقدر يطور التحكيم في سنه؟ ده السؤال بس. طب قولوا لنا يا جماعه هو وظيفته ايه بالظبط؟ هل هو لتطوير التحكيم فقط؟ ولا هو هيبقى رئيس اللجنه وتطوير الحكام؟ هل هو هيعين الحكام ويطور ولا هيجي تاني حد تاني يعين؟ ما دي مشكله كابتن ايمن. طب ودور الكابتن عصام هنا ايه؟ كابتن عصام قال انا مش عصام قال انا هستقيل. كابتن قال انا مش هشتغل. ما ينفعش انا راجل محاضر في الاتحاد الدولي وده مش محاضر. انا افضل منه وده خبرته قليله وده كذا وكذا، انا مش هشتغل معاه. هو قال كده صراحه، ولا في اكثر من في اكثر من مكان. ولكن السؤال، حتى في وجود جلاتنبرج، السؤال اتحاد الكره حتى الان مش عاوز يوضح من هو المسؤول. خلي بالك دي المهمه بقى، دي المهمه. انا هطور اداء حكامي بس ما عنديش قرار مين يلعب. انت معايا كابتن ايمن؟ طب مين اللي هياخد القرار ده؟ هل هيبقى في رئيس لجنه الحكام هو اللي هيقول؟ ما هي دي المشكله، مين اللي بيعين الحكام؟ هل هو جلاتنبرج اللي هيعين؟ لا لا لا، لحظه هل هو اللي هيطور ولا هيعين؟ ده السؤال. لحظه واحده كابتن، لحظه واحده، معلش.
هو دلوقتي مين اللي بيعين الحكام؟ اللي بيعين الحكام مدير اللجنه مع الكابتن عصام. مين مدير اللجنه هنا؟ الكابتن احمد ابو العلا. احمد مين؟ احمد ابو العلا. اه كابتن احمد ابو العلا بيعين الحكام. لا السؤال مهم بجد وده وانا بطرحه من خلال قناه الاهلي. يا ريت اتحاد الكره يوضح لينا احنا كمشاهدين كجمهور مش كمحللين ولا قناه النادي الاهلي. يا ريت يوضح لينا ما هو دور جلاتنبرج في الفتره اللي جايه. هل هو دوره تطوير فقط ولا تطوير وتعيين الحكام؟ خلي بالك عشان هتبقى مشكله. هيبقى في مشكله ما بين اللي جاي رئيس لجنه وبين هذا الرجل اللي هو ممكن الشغل يتعارض مع الاثنين. ولكن في النهايه احنا بنتكلم فيها يا كابتن بردك هرجع تاني واقول النادي الاهلي خد كل السبل، اخطاء تحكيميه موجوده اتكررت. البطوله طبعا هنا انا شايف ان التحكيم كان له دور فيها دور كبير جدا خاصه في هذه المباراه والهدف اللي تم الغائه وهدف يعني صحيح بخلاف الحالات التحكيميه اللي احنا شفناها كابتن ايمن. نتمنى طبعا ان يكون في حل للتحكيم في الفتره اللي جايه. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده، ولكن في النهايه يعني خسرنا نقط برضه اثرت على المنافسه. مش جديد يا كابتن ايمن، مش جديد ده، مش جديد انك انت خسرت. مش جديد، ما انت خسرت قبل كده. احنا قلنا احنا 12 نقطه والنهارده كمان 2-14. يعني لو انت فرقه احسن فرقه في العالم في الكوره يعادل يعني يمكن عادل اهوت وبلال احسن فرقه في العالم النهارده 14 نقطه ويروحوا كابتن. بس لما احيانا لما بتيجي بدري بيبقى في مجال للتعويض، انما لما بتيجي في وقت مفيش وقت للتعويض لا بتبقى صعبه، بتبقى صعبه. شكرا يا كابتن ناصر، شكرا، شرفتنا يا كابتن. شكرا كابتن شريف. طب نطلع الاول بريك وبعد كده نرجع مره ثانيه. ماشي طيب نروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى، انتظرونا. Boa noite a todos. Primeira parte jogámos um bocadinho lento, tivemos muita posse de bola, mas não fomos agressivos ofensivamente. الشوط الأول لعبنا ببطء شوية، مسكنا الكرة أكثر، ولكن كنا بدون عنف هجومي. Jogámos contra uma equipa que é organizada defensivamente, é uma, para mim, das melhores equipas defensivas do campeonato. لعبنا قصاد فريق منظم دفاعيا والمدرب شايف انه هي من افضل الفرق اللي بتدافع في الدوري. Não é por acaso que é a melhor defesa. طبعا مش مساله او بالصدفه ان هم يعتبروا افضل دفاع. E nós conseguimos ter posse de bola no terço central, mas quando chegávamos ao terço ofensivo, faltou-nos talento e qualidade para poder ultrapassar a linha defensiva deles. احنا قدرنا نمسك الكره في الثلث الثاني من الملعب، ولما كنا بنوصل للثلث النهائي كان بيبقى عندنا ناقص الكفاءه او ناقص الموهبه ان احنا نقدر نعدي من خط الدفاع فنقدر نسجل على الخصم. Na segunda parte penso que melhoramos bastante. الشوط الثاني كان واضح ان احنا تحسنا بشكل كتير. Principalmente a entrada do Walid e depois do Tal. مع دخول وليد سليمان ومع دخول بيرستاو تحسننا جدا. Conseguimos ser mais perigosos graças ao talento também desses jogadores. قدرنا طبعا ان احنا نكون اكثر خطوره بناء على موهبه وكفاءه الاثنين اللاعبين. Tivemos consistência na circulação de bola e encostámos o adversário cá atrás, mas não foi suficiente para vencer. قدرنا ان احنا طبعا نمسك الكره بثبات اكثر وقدرنا ان احنا الخصم يكون كله متكتل دفاعيا، ولكن ده ما كانش كافي ان احنا نقدر نفوز المباراه. Principalmente porque no último terço faltou-nos principalmente clarividência e tomadas de decisões melhores para poder ultrapassar uma equipa extremamente organizada e com muita gente cá atrás na linha defensiva. اللي كان ناقصنا في الثلث الاخير هو ان احنا ناخد قرارات افضل عشان الفريق الخصم بتاعنا كان منظم جدا، فكنا محتاجين قرارات افضل عشان نقدر نستغل الثغرات ومنها نقدر نسجل هدف. Tivemos algumas oportunidades de gol, uma bola no poste, mas temos a obrigação de fazer melhor. طبعا كان في فرص ان احنا ممكن نسجل منها وفي منها كره جت في القايم، ولكن كنا نقدر نقدم افضل. ثلاث اسئله بس في المباراه، اتفضل. بعد تعادل الاهلي النهارده
هل ممكن يكون في تفكير من مستر سواش ان هو يريح اللعيبه المجهدين خصوصا لعيبه التمرين زي الشناوي وديانج وعلي معلول اللي طار مصاب وياسر ابراهيم وقفشه، خصوصا لو الزمالك كسب بكره الدوري اكلينيكيا هيبقى انتهى، فهل في تفكير ان هو يريح اللعيبه المجهدين خصوصا ان مستر سواش اشتكى كتير من قصه الاجهاد والاصابات اللي موجوده في الفريق عشان خاطر يعوض خصوصا الدوري والكاس Depois deste empate, se você vai pensar de descansar os jogadores mais importantes da equipa que estão cansados, porque você falou mais uma vez do cansaço dos jogadores, também amanhã se o Zamalek ganha, então logicamente o campeão vai ser o Zamalek. Então você vai ter esta ideia de descansar os jogadores? Nós temos vindo a descansar os jogadores. Nós, de jogo para jogo, estamos a trocar 4, 5 jogadores. احنا اصلا في نقطه ان احنا بنريح اللاعبين يمكن مباراه المباراه بنريح المدرب بيغير من 4 لخمس لاعبين. Hoje por exemplo entrou o Afsha, entrou o Ani, entrou o Ashraf 3 e entrou o Ziad. النهارده مثلا دخل أفشا ودخل أشرف ودخل زياد ودخل اي معلول também ia descansar, mas à última da hora o Ahid sentiu uma dor na concha. المفروض حتى كان معلول يريح النهارده علي معلول ولكن في اخر ساعات وحيد حس بألم عنده. Eu queria até descansar mais. انا طبعا كنت عايز ان انا كنت اريح اللاعبين اكتر. Principalmente o Malu e o Hassan estão muito muito desgastados. خاصة علي معلول وحسام حسن لأن هم يعتبروا عليهم حمل عالي جدا. A questão é que não temos, simplesmente, não temos mais ninguém. O Sheriff está lesionado, teve que jogar o Hassan. Mesmo durante o jogo, senti que ele estava muito desgastado, mas não tinha ninguém para colocar no lugar dele. احنا طبعا عشان عندنا محمد شريف مصاب فالمدرب كان حاسس حتى اثناء المباراه انه حسام حسن تعبان او مش بكامل قوته ولكن حتى ما قدرناش نريحه لان ما فيش حد كان يخش مكانه. بيرسي تاو chegou agora. Estão يعتبر دخل دلوقتي مع الفريق. Nós apressamos a recuperação dele porque ele disse-me que ainda não estava em condições. طبعا احنا بنقدر جدا اللي هو التأهيل بتاعه لانه هو كان صرح للمدرب ان هو مش يعني مش بكامل القوة البدنية بتاعته. Face a estas dificuldades todas, eu trouxe-o na mesma e disse-lhe que lhe ia dar alguns minutos se fosse necessário, e foi o que aconteceu. Tivemos que o colocar, correndo o risco de poder acontecer alguma coisa, mas tinha que ser. رغم طبعا اللاعب كان قال ان هو مش حاطه البدايه كامله ولكن احنا خاطبنا ان احنا جبنا اللاعب معانا وخلينا يشارك في المباراه وقلنا له هتشارك في الدقائق لو احتاجناك ورغم كده دخل اللاعب وشارك معانا. احمد عبد العالي اختلاف الاداء بين الشوط الاول والشوط الثاني يعني بعيد عن الاجهاد والاصابات اللي هي مصابه لعيبه في النادي الاهلي، هل شايف ان في نقطه فقدان ثقه اللعيبه في نفسها ممكن تكون اثرت في فارق الاداء ده؟ Diz que a diferença entre o rendimento do primeiro tempo e o segundo tempo, fora do cansaço, essas coisas, confiança, por isto que deu já uma caída no rendimento? Naturalmente que a partir do momento que o nosso rival está a ganhar uma vantagem grande. طبعا طبيعي ان احنا المنافس بتاعنا بيستفيد من الحكايه دي. E atendendo a que nós estamos a muitos pontos do nosso rival. طبعا واختلاف نقاط كبير بيننا وبين المنافس. A confiança baixa muito. واكيد ده طبعا بيبقى دي تاثير على الثقه ان الثقه بتقل شويه. Mas não é só essa falta de confiança. A questão de nós termos há uns jogos a esta parte sempre jogadores a sair lesionados, cria uma desconfiança em todos nós. طبعا مش مسألة برضو النقطة اللي هي بتاعت المنافس بتاعنا ولكن برضو احنا كون بيحصل معانا اصابات دي طبعا بتخلي الثقة تقل عند اللاعبين كلها. que não é não não é boa para nós. Mas também gostava de dizer o seguinte. هو غير جيد بالنسبة لنا بس المدرب عايز يقول حاجة. Mas hoje os jogadores trabalharam muito, principalmente na segunda parte, lutaram muito. Esforçaram-se muito em condições difíceis, mas nós é que temos que estar aqui e temos que dar a cara, portanto, eu tenho que dar a cara e eu estou aqui para dar a cara, estou aqui para defender os jogadores. Eu gostava que tivessem um bocadinho mais de respeito pelo Ali, acho que nos últimos jogos tem havido alguma falta de respeito para com o Ali. Nós estamos em condições difíceis, estamos a lutar contra tudo e contra todos, muitas coisas,
E gostava muito sinceramente que isto parasse de uma vez por todas e que respeitassem o Ali. طبعا المدرب بيقول اكيد مع كل الظروف دي انا موجود هنا عشان ادافع عن اللاعبين. مؤخرا حسينا طبعا ان الاحترام ماشي ما بقاش بالشكل المثالي للفريق الاهلي دلوقتي ان الاهلي بيلعب قصاد عوامل كتيره جدا ومع الظروف الصعبه اللي احنا فيها بيقول لك انا موجود هنا وبتحمل المسؤوليه وانا اللي بدافع عن اللاعبين من هنا وانا بعطي وجهي للكاميرا وبقول انا المسؤول. Eu quando cheguei disse e vou reafirmar aqui novamente. انا من ساعه ما وصلت قلت وبعيد مره ثانيه. Eu quero contribuir para que o futebol egípcio possa crescer. انا طبعا عايز اشارك عشان نقدر نحسن كره القدم المصريه بشكل عام. Tudo farei na minha passagem por cá. وطبعا في خطوتي ان انا اجي هنا. Para ajudar país que tem, na minha opinião, talento e que ao nível da organização precisamos todos de melhorar e precisamos de melhorar o nosso pensamento em relação ao futebol. طبعا هو شايف ان هنا الفريق يعني الدوري المصري فيه مواهب عاليه بس ناقص بس جزء من التنظيم وشايف ان احنا كنا المفروض يعني ان نقدر ان احنا نطور ونوصل منها لتطور يكون واضح على الكره المصريه. Y para mim preocupa muito porque o futebol para evoluir todos nós temos que contribuir para que esse futebol possa melhorar. ولكن عشان كره القدم تتطور لازم الجميع يشارك في تطور الكره ما يبقاش احنا بس. Tudo farei para que isso aconteça. وان احنا نكون يعني انا هعمل كده وانا اتمنى ان كله يعمل عشان نطور الكره كلها. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شيفو بعدين ده احنا ما اتكلمناش كمان في نقطه مهمه. الفار الشوط الثاني مضيع كام دقيقه؟ فار لوحده مضيع كام دقيقه؟ لا احنا متفقين ضيع ربع جيه ربع الشوط الثاني. احنا متفقين قلت لك احنا لو مش هنكسب ها الشوط الثاني انساه. انا قلت لك كده قبل الماتش وفي الهاف تايم. سيبك بقى من الكوره هدف ولا مش هدف، لا هدف وهو ده الحال اللي هنمشي عليه وهو ده الوضع الطبيعي. ما فيش غير ان احنا حاسبيننا عليهم وخلاص. وهل بقى هنرجع تبقى الحكايه من السنه الجايه ليها شكل تاني بقى؟ يعني هنلعب بقى بحكام اجانب بقى دام المصداقيه والشفافيه والفير بلاي مش موجود. ف وانت كمان يا كابتن ايمن عندك قوه ضاربه اللي هم لعبوا تاني تايم دول ها؟ العبوا بيهم بقى و يعني عندك شكل يخليك في زي الشوط الثاني كده، انت اللي مسيطر وانت اللي عامل قصتك، انت تجيب جول تيجي في العارضه ضربه جزاء هدف يجي لك ويتلغي والكلام دي قصص وحكايات وروايات احنا عشناها السنه دي كتير قوي السنه اللي فاتت. ما توجعش قلبك بقى وهارد لك النهارده. والكوره لا كبيره على حد واللي بيحصل فيك ربنا اكبر من كل شيء يعني. الحمد لله على كل شيء كابتن علاء. ما فيش كلام يا ايمن، هو الهدف صحيح مليون في الميه ما فيهوش اي كلام، عشان بس يعني نخلص الموضوع ده. لكن العتاب الوحيد ما توصلش نفسك لكده. ده عتابي على 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 على, على, على لعيبه النادي الاهلي. ليه اوصل نفسي لضيع شوط وبعدين شوط تاني وبعدين ابدا اضغط واجيب هدف وتحصل مشاكل؟ ليه؟ ما من بدري من بدري انت بالظبط، انت بالعكس انت احوج فريق ان هو عايز يخلص المباريات بسرعه، مش عايز تبذل مجهود. النهارده بذلت مجهود مش طبيعي عشان بتدور على هدف، عشان مش عايز ضيع نقاط تاني، وجبت الهدف وهدف مستحق للمره الثانيه. لكن حصل اللي حصل، يعني حصل برضه. خد بالك يا ايمن، هو اللي حصل ده ماليش دعوه كان متعمد او مش متعمد، لكن هيتحط تحت ايه؟ بين قوسين كده تحت بند ايه؟ عدم التوفيق. والله العظيم ده برضو عدم التوفيق. عدم التوفيق ان يجي لك هدف وما يتحسبش، هو مش غلطتك انت، بس برضو انت مش موفق. انت مش موفق في فورمة مكسيون اللي جت في اخر ثانيه، مش موفق. لو التوفيق معاك او الحظ معاك للمره الثانيه للاستوديو الثاني على التوالي بقولها، كان الهدف كان الجول ده جه وكان الهدف احتسب والهدف صحيح. لكن ده برضو سوء حظ، عدم توفيق. ليه؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. سيبكم يعني، سيبك من الكلام بتاع الحكام والكلام ده كله، طبعا
كلامكم كله محترم وسليم مليون في المية. والنهارده هدف هدف مليون في المية صح، ما اقدرش اتكلم فيه، لكن هم حاجتين بس عشان اختم كلامي. لو سمحت لعيبه النادي الاهلي ما توصلش لنفسك لمرحله ان انت يعني بتجري ورا هدف صح ولا غلط، ادام في ايدك تحسم مباراه تحسمها. الحاجه الثانيه اللي بيحصل ده برضو عدم توفيق. الحاجه الثالثه والاهم، لازم يا جماعه تعرفوا في لعيبه كتير لازم تعرف انت برضو بتلعب في النادي الاهلي. خدوا بالكم لسه برضو انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي، اسم كبير قوي لازم تعرف قيمته ولازم تقدره كويس قوي. هارد لك النهارده فعلا، هارد لك فعلا النهارده، لان الهدف هدف، لكن لسه البطوله في الملعب ما تعرفش القادم ايه، لكن لازم عشان توصل للصح عالج الاخطاء، عالج الاخطاء ان شاء الله توصل للصح. كابتن عادل كلمه اخيره. انا اتمنى يعني ان الفرقه كفرقه نادي اهلي ان الحكام ما لهمش دعوه بينا، بمعنى انك انت موفق ولا مش موفق، شغال كويس ولا مش شغال كويس، اديني حقي بس. انا بقول لك انا ما باخدش حقي بقى لي سنتين، اكلمك على السنه اللي فاتت واكلمك على السنه دي. طيب احنا ضاع مننا 14 بونت بالفار، انت الفرق ما بينك وما بين الاول في الدوري هيبقى 7 بونت دلوقتي، تمام؟ يبقى انت فارق 7 بونت فوق ان انت مجهد وتعبان وفي حاجات كتيره قوي، لكن يا اخي اديني حقي. انا مش عاوز، انا مش طالب منك حاجه الا انك تديني حقي بس. مالكش دعوه بمستوايا، مالكش دعوه باللي انا ادائي ولا مش ادائي، انا ادائي ده بتاعي انا. ما انا خدت، ما انا بطل افريقيا مرتين ورا بعض، ما انا بطل الدوري 3 مرات ورا بعض، ما انا عندي كل الارقام كلها. الموضوع مش موضوع ارقام. لو ارقام احنا نقعد في البيت 20 سنه من الدوري هنبقى لسه متصدرين في الدوري، ونقعد في البيت 15 سنه ممكن تتصدر الكاس. الموضوع مش موضوع بطولات بس، الموضوع انك انت ازاي وصلت انك انت كنادي اهلي يحصل فيك كده. ايه الحكام، ايه الضعف اللي الحكام بيكونوا لنا دول ولا الفار؟ يعني احنا مش ضعاف يعني، خلي بالك. بس هو الموضوع وصل لحاجة أنا الصراحة متضايق منها جدا. إزاي دول ما عندهمش قلب؟ يعني ال- ال- النهاردة الجون اللي داخل بغض النظر عن أي حاجة، هدف ادهوني، أنت مالكش دعوة بيا، اديني الهدف. عارف لو على الأهلي اديه، ما احنا الأهلي كتير قوي نقول ادوا ضده لما بيحصل حاجة، بس عيب جدا إن الموضوع يوصل لكده. عيب جدا تبقى عادي عند عاشور كده، عادي ان هو يطلع وعادي وبيضحك وعادي ومفيش اي حاجه. لا عيب عيب يعني، المواضيع وصلت لمراحل لمرحله مش حلوه. ده بالنسبه للتحكيم اللي احنا بنعاني منه بقالنا سنتين الصراحه، بنعاني. ولو فضلت على كده مش هتاخد اي حاجه تاني الا بشرط انك انت بقى تبقى نادي عادي، وما تروحش تلعب ولا افريقيا، واخرج من افريقيا زي ما اللي بيخرج، وما تلعبليش نهائيات، واقعد بقى للدوري بتاعك هنا علشان ما حدش يقدر يظلمك، ولا تروح تلعب تمثل مصر ولا ما تمثلش مصر. لانك انت لما بتروح تمثل مصر وبتتعب وبيطلع عينيك في البطولات الافريقيه، ايه اللي بيحصل؟ ده بيجي يظلموك كمان، ده لما يقدروك ويكرموك والحاجات دي بتتظلم، ماتشات بتاعتك كلها بتضغط عليك، قلنا ماشي. بنلعب ماتشات كتيره قوي اكتر من الانديه التانية، قلنا ماشي. كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، لا النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي بيشرف مصر. يعني مين يقول ان النادي الاهلي ممكن يقعدوا يخبطوا في التخبيط ده كتير؟ لا كتير، وفي الاخر عندنا اخطاء، واخطاءنا احنا نحلها، مش انتوا اللي تحلوها لنا، مش انتوا تزودونا كمان بالتحكيم. يعني عايز اقول لك حاجه، انا دلوقتي لما اجي احاسب اللعيبه احاسبهم ازاي؟ ما هم بيتظلموا برضه، يعني في ظلم تحكيمي، هعمل ايه يا كابتن؟ الموضوع فيه حاجات كتير قوي، ولكن من ناحيتنا طول عمرنا بنجاهد. لا لازم نجاهد اكتر بقى، علشان لازم الناس تعرف عندنا في النادي الاهلي لازم نبقى اقوياء جدا 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 جدا، لان الامر اصبح يعني مش كويس. وفي الاخر هارد لك النادي الاهلي النهارده من الحكم. يعني كابتن بلال
اكيد لازم نقول هارد لك للنادي الاهلي. تعادل غير مستحق على الاطلاق يعني. نتيجه فعل فاعل، تدخل واضح وصريح، اذا كان متعمد او اذا كان حتى خطا. يعني اذا كنت لا تدري فتلك مصيبه، اما اذا كنت تدري فتلك مصيبه اكبر. يعني لو انت مش فاهم تبقى مشكله، لو انت فاهم تبقى المشكله اكبر بكتير جدا جدا جدا. يعني انا عندي يقين ان النادي الاهلي يعني بيمر بحاله صعبه في كبوه، ولكن النادي الاهلي ده كبير جدا جدا جدا، واحنا طبعا يعني ورا النادي الاهلي قلبا وقالبا، حتى يعني احنا بنشجعه في اي ظرف من الظروف. يعني النادي الاهلي هيرجع وهيرجع بقوه اكيد، حتى لو كانت الظروف كلها ضده، لان يعني معروف يعني الاهلي نادي بقيمته وقيمه وشموخه وحضارته يعني وتاريخه الكبير، معروف ان هو هيجي وقت من الاوقات هيسكت كل الناس دي، هيوقف كل الناس دي عند حدها. محتاجين بس ان احنا يعني كلنا نتكاتف، يعني ابتداء من جمهور النادي الاهلي لحد يعني عمال النادي ومجلس اداره النادي الاهلي. ولازم الفتره اللي جايه يا جماعه لازم يبقى في يعني خطوات حاسمه وقويه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي عشان نوقف المهزله دي. الحقيقه دي مهزله كبيره جدا جدا، لابد ان هي توقف. اول ناس في ايديها قرار ان هي توقف المهزله جمهور النادي الاهلي ثم مجلس اداره النادي الاهلي. دي وجهه نظري الشخصيه، وده لازم يتم على اسرع توقيت. حتى لو خسرت الدوري العام فما ينفعش ان احنا نخسر قيمه وقوه النادي الاهلي. صحيح، زي ما قالوا كباتننا الكبار، يعني النادي الاهلي بيتعرض لحمله شرسه جدا 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 من جانب التحكيم المصري، ولكن النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. النادي الاهلي قادر زي ما قالوا كباتننا ان هو في الملعب، لعبته في الملعب ترد على كل دوت وتهزم كل دول، حتى لو في تعمد، لو في مؤامرات. لعيبه النادي الاهلي في الملعب قادره ان شاء الله انها ترد على كل دول. بكده نكون وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي اللي لعبها ضد فاركو والحكام، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. وفي النهايه بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. شكرا يا كابتن، شرفتني. كابتن ايمن، بضم صوتي لصوتك في كل الكلام اللي قلته، وعايز اضيف حاجه صغيره. كل الفرق اللي بتلعبك بتحتمي في الحكام دلوقتي، صحيح، اللي هي بتدير المباريات بتاعتك. كل الفرق النهارده في مجزره في الملعب. مجزره، ايوه. ها، لاعب بيتلعب كاراتيه وفي وشه، والتاني بيبطل كوره في ركبته، والحكم ما بيديش اي حاجه. فهارد لك للنادي الاهلي، واللي جاي احسن ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن، شكرا كابتن، شرفتنا. شكرا يا كابتن، واحنا ورا نادينا ورا مجلس ادارتنا ورا الناس دي كلها، ونفضل طول الوقت نأزر فيهم. كابتن علاء ميهوب، شرفتنا يا كابتن. شكرا. شكرا. كابتن احمد بلال، شكرا كابتن، شرفتنا. شكرا كابتن، شكرا. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى، ورقه حياتي.